العائلة. حقائق عن العائلة. اليوم في المدرسة تحدثنا بشأن عائلاتنا، فتعلمنا أن هناك عدة أنواع من العائلات، ولكن في الوقت نفسه كلهم متشابهون لأنهم يعتنون بنا ويحبوننا حتى لو غضبوا منا أحياناً عندما نسيء التصرف. ماذا عنك؟ هل تود أن ترسم عائلتك هنا؟ الاجتماع العائلي. ماريا طفلة وحيدة لوالديها، ولكن عائلتها كبيرة جداً، فهي تشمل أيضاً الأجداد والأعمام والعمات وكذلك أبنائهم. يعيش بعضهم في مدن بعيدة جداً، وماريا تراهم حينما يجتمعون في المناسبات مثل ذكرى يوم ميلادها. يمضي والد ماريا قليلاً من الوقت في المنزل لأنه يسافر كثيراً، وعندما يستعد للرحيل تحزن ماريا قليلاً، لكنها تعلم أنه سيعود إن شاء الله بعد عدة أيام. هل يسافر والدك من أجل العمل؟ كبار السن. تحب ماريا أن يحكي لها والدها القصص، كما ينظرون أيضاً معاً إلى الصور القديمة. يمكنها أن ترى جدها وجدتها لما كانا شابين. في ذلك الوقت لم يكن والداها يعرفان بعضهما بعضاً، لأن جديها وجدتيها كانوا من عائلتين مختلفتين. أما الآن فكلهم ينتمون إلى العائلة نفسها، عائلة ماريا. تحب ماريا تمضية الوقت مع جديها وتتعلم منهما الكثير من الأشياء. لدى ماريا خال واحد، الخال هو أخ الأم، لكن لديها 5 أعمام وعمات. العم هو أخ الأب والعمة هي أخت الأب. لقد كانوا عائلة كبيرة، لأنه كان لماريا أيضاً أبناء عمومة من بعض عماتها وأعمامها. وهنا سنتعرف على العديد من المعاني والمفردات الجديدة. معنى كلمة عائلة، معنى الجد والجدة، من هو العم، من هو الخال، ما معنى كلمة الماضي، ما معنى كلمة الحاضر، ما معنى العادات.